أكدت راوية مختار عضو مجلس النواب أن جلسة اليوم بالحوار الوطني خرجت بعدد من التوصيات في العديد من الإجراءات لدفع عجلة الاقتصاد، وأوضحت في تصريحات خاصة للتلفزيون المصري أن الزيادة السكانية تلتهم كافة جهود التنمية التي تقوم بها الدولة المصرية. تكلمنا على التموين، محتاجين نسبة زيادة 10% تقريبا لمواكبة التضخم اللي بيحصل حاليا واللي احنا ملاحظينه خلال كل سنة، وبيمثل المواطن من ارتفاع أسعار. وطبعا الزيادة السكانية كانت حاجة مهمة جدا اتكلمنا فيها النهاردة، لأن هي تقريبا الوحش اللي بيلتهم كل التنمية اللي احنا الدولة المصرية بتقوم بيها.